أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج هذا هو. في لقاء اليوم نستضيف شخصية علمية مرموقة في العالم العربي. ضيفنا أيها الأعزاء هو الفيلسوف عبد الرحمن بدوي، الذي ألف العديد من كتب الفلسفة والنقد والتي يتجاوز عددها 80 مؤلفا. وقد ولد عبد الرحمن بدوي في الرابع من شهر فبراير سنة 1917 في قرية شرباس في محافظة دمياط، وتعرف على كثير من الكتاب والمؤرخين والفلاسفة العرب والأجانب الذين تعلم على أيدي بعضهم. أعزائنا المشاهدين، نترككم الآن مع محمد رضا نصر الله في هذا الحوار. دكتور عبد الرحمن بدوي اسم بارز في عالم الفكر الحديث، فمن منا لم يقرأ كتابه الزمان الوجودي؟ ومن منا لم يقرأ روائعه عن تاريخ الفكر اليوناني في ربيعه وخريفه؟ ومن منا لم يطلع على روائع تحقيقاته عن كنوز التراث العربي؟ هذا الشخص الكبير يعيش اليوم في بنسيون صغير في باريس، ومن خلال هذا البنسيون يواصل إبداعاته وعطاءاته للأمة العربية. أهلا بك دكتور عبد الرحمن بدوي. شاكر فضلك لهذا التقديم، والواقع أنني منذ البداية حاولت أن أؤدي مهمة مزدوجة. الأولى هي محاولة تقديم الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي المعاصر من أجل قيام نهضة ثقافية عظيمة كما فعل أسلافنا في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة، حين استقدموا التراث اليوناني الأصيل لأفلاطون ولأرسطو ولكبار العلماء من أطباء وغيرهم. ورأيت أننا بحاجة ماسة إذا كنا نريد لأنفسنا نهضة حقيقية في أن نحذو هذا الحذو، وذلك بأن نقدم روائع الفكر الأوروبي إلى العالم العربي. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة. وهذه المهمة مهمة أساسية لا بد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي. ومن ناحية ثالثة كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث بأنني أسهمت بدرجة وفيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم. وقد بدأت حياتي في قرية قريبة من دمياط، أي في أقصى الشمال، ومن هناك بدأت مرحلة الدراسة. فانتقلت بعد هذا، بعد الشهادة الابتدائية، إلى القاهرة حيث درست في المدارس الثانوية في مدرسة السعيدية، وبعد هذا تخصصت في الجامعة في كلية الآداب قسم الفلسفة. وكانت الجامعة وكانت تسمى آنذاك الجامعة المصرية، والآن سميت بجامعة القاهرة، وفي الوسط سميت بجامعة فؤاد الأول. كانت آنذاك في الواقع مركزا لإشعاع فكري عظيم، لأن القائمين على الجامعة آنذاك استقدموا كبار الأساتذة من فرنسيين وأنجليز وألمان وإيطاليين وسائر الجنسيات، وهذا هيأ لي قبل الحرب العالمية الثانية أوسع مجال للتكوين العلمي الدقيق الراسخ. من كانت أساتذتك في ذلك الوقت؟ كان أساتذتي
أكثرهم من الفرنسيين، وكان هناك بعض الألمان، وهؤلاء الفرنسيون كانوا هم القائمون على قسم الفلسفة في السوربون، أي في جامعة باريس، وإلى درجة أنك تستطيع أن تقول إن قسم الفلسفة بالسوربون كان ينتقل بخير ما فيه إلى جامعة القاهرة، فأتاحوا لي فرصة عظيمة للدراسة والاطلاع، وخصوصا لممارسة المناهج العلمية والطرق العلمية في البحث. وكان هناك أيضا أساتذة ألمان درست عليهم، خصوصا اللغة الألمانية والأدب الألماني، ومن هنا حرصت على تقديم الأدب الألماني والفلسفة الألمانية في كتب عديدة تشمل تقريبا كل الفكر الألماني والكثير من روائع الأدب الألماني. ومن ناحية أخرى كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جدا أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة كبيرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى أعمق درجة، فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين، وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38 إلى أن صار شيخا للأزهر في أواخر سنة 45. هو الذي كتب تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؟ نعم، هو الذي كتب كتاب تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، وهذا الكتاب هو المحاضرات التي كان يلقيها علينا، وفي نفس الوقت كتب عن المعلم الثاني أي الفارابي وعن الكندي، وكتب أيضا عن بعض الدراسات الأخرى، ثم كان ذا أسلوب أدبي في غاية الأناقة والجمال، وقد جمع أخوه علي باشا عبد الرازق هذه الآثار الأدبية التي كان يكتبها في سنة 1915 إلى 17، جمعها فيما يسمى آثار مصطفى عبد الرازق، ومع الأسف لم يصدر منه إلا الجزء الأول، وكان على أبنائه أن يتولوا إصدار الباقي، لكن لم يصدر شيء بعد ذلك. قبل الحرب العالمية الثانية دكتور عبد الرحمن، قامت في مصر عديد من المعارك الفكرية والأدبية، كانت هناك معركة طه حسين مع الأزهر، ومعركة كذلك الشيخ علي عبد الرازق حول كتابه الإسلام وصول الحكم، هل عاصرت هذه المعارك؟ كنت صغيرا لكني كنت أتابعها، فلأن معركة طه حسين مع الشيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926، وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم، فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها، وفيما بعد استطعت أن أعود إليها، وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة، وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعر الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو انتحال الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا،
ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها. دكتور عبد الرحمن، شكلت الفلسفة بالنسبة للعقل العربي نوع من المخالفة، فكثير من المدارس والأوصار العلمية كأنها قد نابذت أو حاربت الفلسفة. لماذا اهتممت أنت بهذا الجانب؟ ومن الذي أوحالك بدراسة الفكر اليوناني؟ وما هي الضرورة التي وجدتها حضارية أو فكرية لكي تهتم بهذا الجانب الفكري؟ الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد، كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها، بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي. فكما يتخصص إنسان في الطب أو في الهندسة أو في أي فرع من فروع العلم، كذلك يتخصص في الفلسفة، على أساس أن الفلسفة هي الشيء الوحيد الذي يمكن الإنسان أولا من التفكير المستقيم الجيد، ومن النظر إلى الأمور نظرة واسعة شاملة، ومن تحليل الآراء والأفكار، ومحاولة بعث نوع من الحيوية والعمق فيها. ومن هنا كان الفلسفة في كل العصور وفي كل البلاد أثر ضخم جدا في تشكيل الأفكار وفي توجيهها. أما قيام حركات مضادة فهذا يحدث في كل شيء، لا يوجد شيء إلا وله مضاد. كثير من كتابات المفكرين العرب المعاصرين قامت حول تنظيرات أيديولوجية، وقد سيطرت الماركسية بشكل أو بآخر على عديد من هؤلاء الكتاب. بماذا تفسر هذا التمركز حول ماركس في الكتابات الفكرية والفلسفية؟ والله اسألهم هم، أنا لا شأن لي بهذا الموضوع. لك العديد من الإسهامات الفكرية والأدبية، وهذه معروفة للقارية العربية، ولك أيضا على الصعيد الفلسفي والفكري الإسلامي كتابات بالفرنسية، هل بالإمكان الحديث عنها؟ هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا منذ أتيت هنا إلى باريس وأقمت، فرأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعن
للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راقت كثيرا هنا، هي بالفرنسية وراقت خصوصا هنا وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضا من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصا فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية، وستصدر في عن قريب في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها. فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن، إنما ترجمت إلى الألمانية منذ صدورها سنة 1861، وترجمت إلى الإنجليزية ترجمة جيدة في سنة 1947 على يد جيوم. ومنذ ذلك التاريخ لم يوجد ترجمة فرنسية، فأرجو أن تصدر هذه الترجمة قريبا. لك اهتمامات خاصة بتحقيق بعض الكتب التراثية. القارئ العربي مثلا لم يتعرف إلى وجه ابن مسكوي في تجارب الأمم والحكمة الخالدة إلا من خلال التحقيقات التي قمت بها. لماذا اهتممت بابن مسكوي؟ أنا لم أهتم في ابن مسكوي إلا بكتاب واحد، هو الحكمة الخالدة، وينشر لأول مرة، لأنه هو الكتاب الفلسفي الوحيد الذي يحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الحكم والأقوال الحكمية التي انتشرت. فهذا الكتاب يعد يعني كنز كبير لمعرفة تراث الحكمة في العالم الإسلامي، تماما مثل الكتاب الآخر الذي أصدرته أيضا للمبشر ابن فاتك. فهذا أيضا من الكتب الأساسية، فلهذا كل كتب الحكمة أنا نشرتها. كما إن أي كتاب ترجم في الفلسفة ترجم من اليونانية إلى العربية قد نشرته. ما الذي يجمعك بهايدجر؟ يجمعني إنه هو أستاذي في الفلسفة. وماذا بعد؟ هذا كل شيء، هذا يكفي. وماذا تقول في سارتر؟ لا، سارتر أنا يعني لا أعده فيلسوفا إطلاقا، وأديب، وحاول إنه هو أساء إلى الوجودية إلى أقصى درجة، لأنه خصوصا في العالم العربي تصور الوجودية هي مجرد مظاهر وكذا وكذا، فهو أساء إلى الوجودية. وهذا قلته في ما كتبته عن سارتر سواء في موسوعة الفلسفة وفي دراسات في الفلسفة الوجودية والآخر. فهو أديب، ولذلك هو لما أخذ جائزة نوبل سنة 64 كان عن الأدب. ماذا تقول عن الكتابات التي تكتب بالفرنسية؟ الكتابات العربية، هناك كثير من الأدباء والمفكرين العرب موجودين في باريس اليوم ويكتبون بالفرنسية. قليل جدا، هذا لا يوجد إلا قليل جدا فيما عدا الرسائل فهذه إجبارية، إنما فيما عدا هذا لا يوجد. كان يوجد قبل 20-30 سنة في لبنان أو في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو وفي مصر بعض من يكتبون الشعر بالفرنسية وأحيانا القصص بالفرنسية، لكن هذا زاد تقريبا، لا لم يعد يوجد إلا قليل جدا. محمد أركون مثلا له كتابات على هالصعيد. محمد أركون تعتبر فرنسي صرف، ولا يكاد يحسن العربية لا كلاما ولا كتابة ولا شيء، لا يستطيع أن يكتب سطرا واحدا صحيحا باللغة العربية. لا، محمد أركون هذا فرنسي صد. وما رأيك فيما يكتب عن الإسلام؟ لا، أنا شخصيا ضد ما يكتب، لأنه يكتب أشياء لا تتفق لا علميا ولا غير علميا مع البحث العلمي الدقيق. مثل ماذا؟ لا، الأشياء كثيرة يعني أشرت إليها في عدة مرات. وماذا تقول في الروايات التي يكتبها الطاهر بن جلون، ليلة القدر مثلا التي حازت على جائزة فرنسية؟ هذه قصص
القصص يعني أصلاً أنا لا أعطيها أي أهمية. وما يكتبه أمين معلوف من روايات تستنطق الأحداث التاريخية أيضاً من هذا النوع يعني. كتابته مثلاً عن ليون الأفريقي هذا لا علاقة له إطلاقاً بليون الأفريقي. يعني أنت تعرف ليون الأفريقي ده كان شاب مغربي وبعدين خطفوا الجماعة بتوع القرصان وبعثوا إلى روما عند البابا ونصروا، وبعد هذا ظل مدة هناك وبعدين عاد وعاد للإسلام وعاد مسلما صرفا، لكن هو كتابه لا شيء في هذا إطلاقا. له كتاب أمين معلوف؟ هذا ليس كتاب تاريخي ولا لوش أي قيمة لا تاريخيا ولا شيء، إنما هي تخيلات مثل روايات جورج زيدان زمان. لمن تقرأ بالعربية؟ أقرأ لكل من يكتب كتابا جيدا. لمن؟ تتكلم عن العصر الحاضر ولا أي؟ العصر الحاضر. العصر الحاضر لا قليل اللي أقرأه، يعني كنت أقرأ طبعا كل كتب طه حسين، أقرأ كتب محمد حسين هيكل وغير كده قليل جدا. ولمن قرأت من التراث؟ كل التراث الإسلامي قرأت، الذي يتعلق بالفلسفة طبعا والعقيدة وخصوصا علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشاعرة والمعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية الغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثناعشرية ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة عيون الأخبار، وكتب الجاحظ كلها، كتب التوحيدي ونشرت التوحيدي كتب كثيرة وكذا. يعني لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت. هل أنت نادم على شيء فعلته في حياتك؟ إطلاقا، لأنني لم أفعل شيئا إلا الذي أردته أنا، وواجهت كل المشكلات بأني أنا اللي تغلبت عليها واللي هي أردتها أنا، ولهذا لا أندم أبدا. يعني لو طلب مني أن أحيا من جديد لما فعلت إلا الذي فعلته. سيدي الكريم، فرصة سعيدة وأهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، بهذا نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، وحتى موعد آخر لكم منا أجمل التحيات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.